وحياتك تصلحني يا أستاذ رفعت، إن تم بالفعل تدريب لا المدرسين القائمين يمكن على العمل في النظام الجديد، هل ده كلام سليم ولا لأ؟ شوف حضرتك، بس عشان نبين للسادة المشاهدين خطورة هذه الحلقة وخطورة هذا الموضوع. انت حضرتك بتعيدي بناء دولة بحالها بشكل مختلف وبشكل جديد من خلال نظامها التعليمي. كويس. ولأن التعليم ده هو أمن قومي لأي دولة في العالم، لأن من خلاله هيبقى عندي طبيب جيد ومهندس جيد ومحاسب جيد وهكذا. ولو انهار التعليم كما هو موجود عندنا، كل المخرجات بتاعته هتبقى بالسلب على مستوى الدولة كلها. الطبيب اللي يموت في ايده المريض، والمهندس اللي يبني عمارة وتسقط العبارة، والمحاسب اللي يخسر شركته او يخسر الجهة بتاعته لانه لم يتم تعليمه تعليما جيدا. مظبوط. احنا في وهو مصر ده الغرض من النظام الجديد، مش كده؟ احنا في مصر عايزين ثورة في التعليم، وكان احنا اتأخرنا فيها قوي لان احنا اصبحنا في ذيل القائمة بالنسبة لمستوى التعليم على مستوى العالم. كويسة. طب هنا احنا هنعمل حاجة جديدة نخترعها، ولا نشوف من سبقونا وكانوا اقل جودة منا واقل مستوى اقتصادي وسبقونا الان بشكل كبير جدا، واقصد بالتحديد دول جنوب شرق اسيا. أيوة. كلها بالكامل. بس عملت ايه حضرتك بقى؟ مشروع قومي للتعليم اتفقت عليه جميعا كل الاجهزه بتاعه الدوله. احنا هنعمل ايه في سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه وهكذا. يتفق عليه الجميع، غير مرتبطه بسياسه وزير ولا وزاره ولا حكومه معينه ولا رئيس دوله معين. ليه؟ لان الحكومه ده يعني مستقبل شعب، وهقعد انا انفذ فيها 10 12 سنه. يعني اذا كانت الوزير اللي موجود حاليا مش هيكون موجود ل 14 سنه كذا، رئيس الدوله طبقا للدستور مش يعني واخد بال حضرتك، فيبقى الكل ملتزم بالتنفيذ. واقربها بس للساده المشاهدين، انا كاني ببني عماره ولابد ان اضع لها الاساس بشكل جيد سليم، وابدا ابني الادوار. وعلشان كده احنا بدانا في ابتدائي من كيجي 1 من كيجي 1 من كيجي 1 وكيجي 2 واولى ابتدائي، وهذا اتجاه محمود وهذا كويس. اتجاه محمود كويس قوي. لكن في الناحيه الثانيه انا جيت على الراس والثانويه العامه وبدات العب فيها بسرعه، لان دي بالمناسبه كان مرض في وزاره التربيه والتعليم على مدى عشرات السنين الماضيه. طب خليني برضو عشان ابقى معلش حياتك، هنرجع للابتدائي. انا عايزه اخلص مرحله عشان كل وزير يجي اول حاجه يفكر فيها اللعب في الثانويه العامه. فتكرر هذا الموقف بالنسبه للثانويه العامه الحاليه. لكن اعود الى الابتدائي عشان ابدا من البدايه. يبقى دلوقتي حضرتك احنا الاولاد اللي من ثانيه ابتدائي لغايه سته ابتدائي دول على نفس الايه؟ النمط القديم. النمط القديم. ولما يدخلوا اولى اعدادي هيطبق عليهم النمط الجديد. طيب ايه النظام الجديد بقى؟ ملخصه عباره ايه؟ عباره عن ايه؟ اتفضل يا فندم. هو اقرب الى مفهوم النظام او التجربه اليابانيه في التعليم. أقرب إلى التجربة اليابانية في التعليم. كويسة. وهي إن أنا في المرحلة العمرية الأولى دي أنا بهتم بالأنشطة أكتر للتلميذ، أحببه في المدرسة، أخليه يمارس أنشطة متعددة داخل عشان المدرسة عشان تنمية الذهن والقدرات، كيف يتعامل مع الآخر ويتعاون مع الآخر، ويكون هناك نوع من التواصل ما بين المدرس وبين هذا التلميذ. أيوة. التلميذ ده حضرتك يا دكتورة ومية عامل زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر لسه فاضي، فهيتملى بالمعلومات الجيدة والثقافات والقيم والمبادئ والمثل اللي هيمشي عليها طول حياته. إذا عملتها صح هضمن أنه يمشي معايا صح، أخطأت فيها هيبقى مشكلة. فأنا لما أجي مثلا لهذا التلميذ وعلمه المفاهيم الدينية البسيطة، عملية يعني الانتباه، يعني هيتم تخفيف المواد؟ مفيش مواد. يعني هو دلوقتي الأولاد، يعني أنا هتكلم حتى عن أولادي، يعني في كي جي 1 وأولى ابتدائي كان كله بقد كده، دلوقتي ما بقاش كده؟ لا عناوين. لا مشكلتنا في مراحل التعليم الأولى دي وخاصة في المدارس الخاصة أيوة. والدولية وهكذا،
تقوم تهتم بانها تعلم وتحفظ الولاد بعض الكلمات الانجليزي عشان انا وحضرتك دول مش هيعملوا احنا عملناه بقى بالظبط. انا وحضرتك لما نشوف ابننا مثلا عمال يقرا ينطق كلمتين انجليزي هو مش فاهم حاجه بس حافظهم انا فرحانين يعني ده التعليم الجيد. لا انا عايز المدرسه يحبها التلميذ ويحب يروحها ويحب عشان يروح يقعد مع اصحابه. يبقى هيدوا له بقى كتاب واحد في كل المواد ده بعد سنه ثالثه يعني هو مش هياخد كتب اصلا. انشطه في الاول يعني الطالب ما عندوش هوم ورك ما عندهوش هوم ورك او واجب يحله خالص في الاول خالص يعني اللي داخلين كي جي 1 كي جي 2 ما فيش بالمفهوم ان هو كتاب لان بعد كده هيبقى في كتاب موحد فيه اربع مواد لكن هشرحها بعد كده كيف تدرس. يبقى احنا ثلاث طيب سنين دول اولياء الامور ما عندهمش واجب مدرسي بالضبط وفي انشطه في المقام الاول. ما اجي مثلا دلوقتي هنقعد داخل الفصل مجموعه من التلاميذ حوالي 7-8 يتعاونوا مع بعض كيف ينفذوا مشروع معين باليد يعني لعبة معينة تحت إشراف تعليم.